عملت اكتر من اللي انت عملت. هتعمل اكتر من كده؟ ده جيت قدام المأذون وقلت مش هاخد ما بحبش ده وبحب ده، هتعمل يعني البنت احنا ده كده كتير والله. ورنت عليا سعادتك قالت لي انا كنت اولح في نفسي وارمي من فوق مش عارف ايه، قلت لها لو عملت حاجه في نفسك هتشيل ذنب نفسك. كل الافكار يا جنب مركز ملاوي. قلت لها خلاص ماشي. انا عامه الجماعه ادوني دلوقتي بالنسبه للمشكله اللي عملتها معالي، وكل واحد دخل دار فيها الضرب شويه. خلينا بقى نيجي من الاخر، انت خلاص حبك راح وهي اتجوزت، كتب عليها ايه اللي حصل بعد كده؟ كتب كتابه بس. كتب كتابه بس. ما كتب كتابه عن الجواز. قعدت بتاع 15 يوم قلت خلاص سعادتك كده كل حاجه راحت لها. تمام. كنت اما اشوفها سعادتك كنت اما اطلع من الشارع التام. تمام كويس. الموبايلات اتقطعت ولا كان في موبايلات برضو؟ لا هي قعدت بعد ما اتخطبت يومين تكلمني. بعد ما كتب كتابها قصدي. تمام. جات لي عمره زي بعض، ابويا دخلت عليا والجماعه ضربوا فيها الضرب وعوروني وكده، فهم ايه لحد ما خلوني كتبت بالعافيه. تمام. نيجي بقى للموضوع الاخير، ايه اللي حصل بعد كده؟ قلت لها مفيش مشاكل، قعدت 20 يوم ساعات. تمام. مفيش بيني وبينهم اي كلام، حتى لو لقيته هو بره مش عمار معلش السلام. انت في حالك وانا في حالي. وكل واحد راح لحاله. تمام. جيت انا ساعتها كنت همشي بعد العيد. يعني كان قاعد لي اسبوع وهمشي بعد العيد. تمام. اخويا قال له اقعد قاعد مع اخواتك واتكل على الله. تمام. قلت له ماشي. جيت ساعتك راحت ايه، هو الواد اللي هياخدها كان هيخش بعد العيد على طول. العيد كان الجمعه وهو كان هيخش السبت. تمام. جبت سعادتك رحت اليوم السبت دويتي، انا كنت في الشغل. روحت الساعة 7 المغرب او 5. جيت رحت روحت شطفت وكلت لقمة ما جمعت وطلعت. طلعت سعادتك بالعجلة رايح القهوة. فقابلنا عيل صغير اسمه محمد عادل، بيتهم كان جنب بيت محمد دويتي اللي هو غرق. محمد عادل اللي هو اخو البنت؟ لا اللي هو كان اخو البنت اسمه محمد برضه بس هو اللي غرق ده. تمام. محمد عادل ده بيتهم كان جنب بيت ابو البنت اللي انا اخدها. تمام. فحصلت مشكله سعادتك بين والدتها والده البت ووالده محمد عادل دويتي، بادلوا بعض في الشارع وقالوا لبعض كلام مش كويس. فالمره ما قامت عادل لقيت ام محمد عادل قالت لي احنا نبيع البيت ونريحك من الشارع الوسخ ده خالص عشان خاطرك انت. تمام. فانا فعلا جيت من الشغل في يوم لقيت ايه خالي مسامح اما يبيع لهم البيت بتاعه، وهم خدوا البيت بتاع خالي مسامح على البحر. تمام. فطلعوا من الشارع خالص. تمام. فالعيال قعدوا يشتموا في بعضهم هم الاثنين، ابن ده وابن ده، وقال له هات امك انا اوريك، وده يقول له اوريك مش عارف ايه. هم الاطفال مع بعضهم. ودوروا الشتيمه ببعض وزيتها مع بعض. سكتوا عادوا لموا الموضوع وسكتوا. جيت انا سعادتك اليوم اللي كنت طالع في الشغل رحت خدت العجله وطلعت اقعد شويه على القهوه مع زمايلي واروح. جه محمد طلع انا ما اعرفش البيت اللي خدوه الجديد اللي على البحر ده فين. محمد اللي هو ابن عادل اللي هو انا عايز دلوقتي اخو البنت اللي مات. اخو البنت وانا جاي لك ساعتك في الكلام. تعالى. جيت رحت ركنت العجله على الحيطه ما اعرفش البيت اللي اشتروه ده جديد فين. راح بصيت لقيته طالع من شارع، لقيني قاعد على القهوه بقول ازيك يا عم عمرو، قلت له ازيك يا محمد انت اشتريت البيت الجديد فين؟ قال لي في الشارع ده الجو. قلت له ماشي. قال لي العجله دي بتاعتك؟ قلت له. قال لي طب هاخدها راح اجيب جركن زيت للعربيه الحماده من على الكبر من عند واحد اسمه سيد وائل. ده محمد اللي هو بعيد خالص عن اخو حبيبي. اللي كانوا شارين جنبه. قلت له ماشي خدها بس العجله كبيره اوعى تعور حد او تضرب حد بها ايه تعور تجيب لي انا مشكله. قال لا انا ما اعرف اسوق. تمام. بس سعادتك واحنا ماشيين انا وزمالي من على القهوه لقيته مركب مين؟ محمد صابر ده معاه اللي هو توفى. محمد صابر ده اللي هو اخو حبيبتي. تمام. انا ما رضيتش ساعتك اكلم ولا اقول له نزل دويت ولا ما تنزلوش لانهم عيال مع بعض. قلت له خلاص ماشي يا محمد. قال له قلت له بعد ما تيجي تعال لي بالعجل على القهوه تجي لي البيت. قال ماشي. جه ساعتك على القهوه من على الشارع بتاع البحر كده واحنا قاعدين انا وواحد زميلي دوكم مشوا وانا قاعد انا وواحد اما نلعب ضمنا ولقيت ايه اتنين اما اتعاركوا مع بعض. انا اما ابص ورايا لقيت العجله بتاعت. فرمحت لقيتهم هم شابطين في بعض هم الاثنين ونازلين في ضرب بعض وضاربين ضاربين بعض ومخربشين بعض. تمام. رحت انا سعادتك نزلت في الاثنين ضرب. تمام. خلصتهم عن بعضهم ورحت ايه ماسك محمد اللي كنت اخد اخته ده ركبته العجله قلت له محمد خد العجله روحها وما تجيبش لاي حد كلام ولا تقول له محمد عادل ضربني ولا حاجه عشان المشكله حصلت بين امك وامه ويجوا يعملوا مشاكل على البحر. تمام. المهم سكتته من العياط وده كان اللي عايز اخد حق من ابني ليه. تمام. المهم فلت من ايد الواد زميل اللي كان معايا وراح لازه فداك ما سالتش نفسه على العجله راح واخد الحيطه والعجله وراح نازل في المايه لتحت. انا بدل ما اجري ورا داك سعادتك رحت نازل ورا داك في المايه. تمام. كان معايا على مؤاخذه المحفظه فيها اوراق الجيش والفلوس والحاجه باظ. انا مش عارف اعوم. كانت الساعه 8 او الساعه 9 بالظبط. انا سعادتك مش عارف اعوم. تمام. لقيت نفسي غطست مع العجله لتحت وعينيا رغرغت وشربت ميه. الواد اللي كان ماسك معايا الواد اللي اتخانق ده سابني وطلع يجري. قال ده يغرق هما الاثنين وتتحط فيه انا لو اديت له العجله البيت.
قلت له خلاص ماشي. شوف عايز اقول لك حاجه، احنا خلينا بقى في اللي حصل. انت حكيت لي القصه كلها وكنت صادق معايا في كل كلمه زي التحليلات المباحث مات بالظبط. النقطه الاخيره، انت خنقت الواد ازاي؟ هو ده السؤال اللي انا بساله لك بامانه كده. خلاص اللي حصل حصل، وانت طلعت معاينه واعترفت في النيابه واعترفت في المباحث، انا هات لي من الاخر خنقته ازاي؟ خنقته بحاجه ولا خنقته بايديك؟ لا باشا انا سعادتك ما خنقتوش. المشكله سعادتك ان انا الكهرباء والضرب خلاني قلت اي حاجه. انا عارف ان اهلك بسبب العروسه ضربوك كتير. انا خانه في الموضوع اللي انا بكلمك فيه، خناته ازاي؟ خناته بقى شرب ولا بايديك؟ لا سيادتك ما خنقتش بدايه. هو الواد لما قال على البنطلون سيادتك وراح حطه على رقبته انا رحت وحطيت في البنطلون وقلت له محمد خد بعضك وتكلم. يعني انت خناته بالبنطلون وبعد كده بعد ما اغمى عليه رميته في الميه ولا هو اللي وقع في الميه؟ انا سيادتك ما رميتوش. هو الواد لوحده، الواد اللي لزه. طب خلاص، هو يعني اعزائي المشاهدين برضه عشان يبقى الحديث واضح، هو طبعا عمرو قال كل شيء فعلا زي ما حصل. اللي حصل فعلا حب البنت دي، هي حبته، اتكلموا مع بعض، راح تقدم لها. اهله في البدايه وافقوا، بعد كده اختلفوا، لا 20,000 ما تجيبش حاجه، رموا الكراسه في وش الناس، الناس استكبرتها شويه، حصلت مشاكل بين العيلتين، وده شيء وارد جدا في اي جواز. المهم اتفقوا بعد كده انهم يزودوا 5,000 جنيه، الراجل ده بيحب البنت والبنت امها وابوها عارفين عايزين، فوافقوا خلاص. اختلفوا عليه، الذهب النهارده ب 300 جنيه، طب مين اللي هيدفع لو الذهب زاد؟ ممكن المصنعيه يزيدوا 10 جنيه تبقى 330 320، لا انا زودت 5,000 جنيه مش هدفع ولا قرش تاني. اهل البنت قالوا انتوا احنا متفقين على 30 جرام ده، في 309,000 جنيه احنا مش هندفع ولا قرش. يعني كلام كله على فلوس. اتفقوا خلاص ان الموضوع للاسف مش هيتم. في واحد جاهز بفلوسه. دخل ياخد البنت، البنت وقفت قدام المأذون وقالت له يا مأذون ما انت ممكن تجوزني واحد انا مش عايزاه. قال لها لا. قالت له انا بحب عمرو وعمرو بيحبني وانا مش هاخد اللي قاعد ده. المأذون طلع لابوها قال لها يا حاج بنتك بتقول كذا كذا. الراجل مسك بنته ضربها علقه محترمه، والبنت طبعا قدام الضغط راحت موافقه. الراجل ده طبعا اول ما كان في الجيش والبنت اتصلت بيه قالت له الحقني، جه اتخانق مع امه ومع اخواته وخرب الدنيا والناس اتلمت وصعق وكسر في البيت علشان عايز يتجوز البنت دي، لكن للاسف اهله ما رضيش. صح يا عمرو كده؟ صح. نزلوا فيه ضربوا وكهربوه وعذبوه علشان ايه؟ يخليه يسيب البنت، هو مصمم على البنت دي. كله ده كويس قوي. البنت اتصلت بالواد قالت له خلاص الموضوع انتهى، وانا بعد العيد على طول، العيد كان الجمعه يوم السبت، انا هتجوز وهتحصل يحصل الزفاف. هو يعمل ايه بقى عشان الجواز ما يتمش؟ خلاص العيد النهارده، العيد بكره، هي هتدخل بعد بكره، يعني الامل ضاع. عايز يضيع الدنيا، طب يعمل ايه؟ لازم يسبب مشكله. خلى الواد محمد ده موجود، قال له تعالى ركبك على العجله، خده، كان الواد اتاخر شويه، خلى على الواد البنطلون، خانه وموته، لان تقرير الطب الشرعي بيقول فيه جحوظ في العينين، خروج في اللسان، يعني خانقه محترمه. بعد كده راح عارف هيوديه فين؟ راح رماه في الترا وانتهى الموضوع وروح يمارس حياته. كان كل همه في الموضوع ايه؟ مش ان هو يقتل الولد، كان كل همه ان هو ياخر الفرح شويه لغايه ما يعمل محاولات يمكن البنت تتطلق لان مكتوب كتابها وترجع له تاني والميه تجري والامور تمشي، وخاصه ان انا عايزها وهي عايزاني والموضوع ينتهي. لكن طبعا قصته وجدت في الاخر ان هو هياخد حكم قاسي جدا لان موت طفل عنده 10